ما هو صمام الأمان من طغيان القيم المادية على النفسية العالمية والوجدان العالمي ككل، لا سيما الوجدان العربي والوجدان المصري والإسلامي؟ الأساس الحقيقي الذي لا نظير له الاقتناع بالعقيدة، وأن الله تعالى عادل، وأن عدله سبحانه وتعالى يتمثل في أنه لم يخلق الناس عبثا، وأنه لابد أن يجازيهم في يوم يجيء على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الثواب والعقاب. هو الثواب والعقاب. أي إنسان في أي عصر وفي أي بيئة لا يؤمن بالحساب والثواب والعقاب، لا تنتظري منه عملا مثمرا، فضلا عن أن تتغلب روحانيته على ماديته. فلابد أن نكدح ونجد ونجتهد في إقناع الأجيال الصاعدة رجالا ونساء وبنين وبنات بنظرية أن يوم القيامة لا بد أن يجيء. أولا احتراما للنواميس الطبيعية، وثانيا انتظارا لعدالة الله في خلقه. بخصوص الكلام اللي تفضلت سيادتك وذكرت أن يتقن الإنسان عمله، هو في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يحسنه، ولا أن يتقنه، أن يحسنه أو يتقنه كلاهما. طيب فندم، كيفية تسييد القيم الروحانية والبعد عن المادية عند طلائعنا وأطفالنا واللي في المدارس وشبابنا، هل ده يبدأ من البيت ولا من المدرسة ولا من المفكرين أمثال فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري في الأحاديث اللي بيدلوا بيها للناس؟ نعم. يعني البيت ولا المدرسة ولا من أمثال سيادتك من المتحدثين للشباب والطلائع والأطفال؟ هي صور ثلاثة، صور ثلاث، آخذ بعضها برقاب بعض، البيت والأب والأم فيهما القدوة، ثم المدرسة في الناظر والأستاذ والأستاذة فيهم قدوة، والبيئة العامة ولي الأمر ومعينوه وبطانته. إذا صلحت هذه البيئات الثلاث أخرجت إنسانا مواطنا صالحا وليس طالحا. طيب فندم، دلوقتي نقول الثغرة أين تكمن الثغرة؟ في الأم اللي يمكن تكون ليست مؤهلة أو معدة ما قبل أن تكون أم، ولا في المدرسة وفي غياب مساحات ومكتبات كانت بتعلم الأطفال الكثير، ولا فين فندم؟ باعتبار أني في أكتر من مربي فاضل على سبيل المثال، كان قال لي الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمي، لا مبالاة دي، كيف الواحد يحرك الانتماء، الانتماء إلى عقيدة زي ما حضرتك قلتي، الانتماء إلى عقيدة في حد ذاته دي لو غابت يبقى إيه الواحد؟ أحد البدايات هي التربية الروحية والانتماء لعقيدة ما، يليها على طول مكملة لها الانتماء إلى مجموعة من القيم الأخلاقية والوطنية والاجتماعية والأسرية. لو زرعنا بذور هذا الانتماء إلى عقيدة، انتماء باقتناع يا فندم، واخد بال حضرتك، باقتناع لهذه القيم
أقدر بعد حضرتك كده أقول لحضرتك في انتماء للوطن، وفي انتماء أولا قبليها للعقيدة، اللي جايز الواحد فينا أو جايز ناس كثيرين يحملوا هذا الانتماء اسما أو وراثة، لا ده لابد يبقى انتماء يعني باقتناع بتفهم بفهم حقيقي، وبعد ذلك يبقى انتماء للوطن. كل دي هتبقى عمليات مكملة، ومن بينها الانتماء للمدرسة والانتماء للأسرة. تعليق الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمي إذا قال قال قول إنسان خبر الحياة وخبرت وعركها وعركت، فهو أشبه الناس أو أولاهم بالمثل العربي الذي يقول إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. فالدكتور مصطفى كمال حلمي يقول هذا القول وهو فعلا قول صادق وسليم، والعلم وحده لا يكفي، ولذلك هو أعلم الناس بأن العلم يصحح معناه ومساره التربية. يعني العلم ينبغي أن يتلازم مع الإيمان. لابد التربية لابد أن تكون قائمة على العقيدة وعلى تنمية الإخاء بين الناس وعلى أن يتفاضلوا بمقدار ما يحسنه من أعمال الإنسان سواء كان رجل أو سيدة في البيئات المختلفة البسيطة في البوادي في غاية اليسر، يقفز على فرسه ومعه رمحه ويخرج يجد ظبيا يصطاد ويشوي على النار ويأكل. بتنتفي المظهرية، فالمظهرية ما عادتش موجود، وبالتالي يصبح وبالتالي أكثر خلال. قربا أكثر لله سبحانه وتعالى، قربا من الله وأكثر حبا وقناعة فيما بينه وبين الناس. ومن هنا أنا آسف أن أقول هذه الكلمة لكن برضه حريص على أن أقولها، حكاية توحيد الزي على أن يكون بسيطا ورخيصا ومقدورا عليه قد يكون لها أحسن الآثار في عدم التهالك على المظاهر، ومن ثم في عدم الإقبال على إرضاء المعاني المادية إقبالا كاملا. ولذلك كل الناس عنوا منذ أقدم العصور بتوحيد الأزياء، ولذلك الإصلاح الحقيقي لابد أن يقوم على ثلاثة أصول: منهاج اللي هو طريق رسم الخطة، وقدوة يلتزم بهذا المنهاج، وناس أتباع للقدوة يلتزمون معه بهذا المنهاج. أي دعوة في الدنيا نجحت لم تنجح إلا على هذه الأصول الثلاثة. يمكن في مثل يعني على هذا هو الزعيم غاندي مثلا كان يعني أنا كنت حاول أديك أنت سبقتيني إلى هذا المعنى الذي لا ينبغي أن يغيب عن كل إنسان مسؤول عن بلد أو قرية أو بند أو عمدة. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري، نقف فندم عند الدين بمفهومه العميق والتدين. أنا بعرف أنه موضوع التدين موضوع حبيب إلى نفسك، يريد نتعرف على مفهوم الدين والتدين ببساطة شديدة دونما. يعني هل هي الطقوس أم أنها علاقة بين الإنسان وربه لا ينبغي أن يلمسها أحد غير الإنسان وربه؟ سيدة في كلمة، الدين هو النظرية التي تدعو إلى أوضاع معينة، تنهى عن أوضاع غير سليمة وتأمر بالتزام أوضاع سليم. الصورة دي بنسميها الدين. تطبيق هذه النظرية هو التدين، زي اللوائح التنفيذية والدستور.
الدين هو كالدستور واللوائح التنفيذية هي التدين، اللي هو المسلك أو التعبير عن الاعتقاد في عقيدة. لا بالضبط، تصوير المعنى النظري في أمر مادي يراه الناس بأعينهم ويسمعونه بآذانهم ويلمسونه بأيديهم، هذا هو معنى التدين. فالدين نظرية عامة والتدين تطبيق النظرية العامة على الأفراد. هناك فندم اجتهادات كثيرة في تفسير أي دين، وأكيد يقينا سيادتك قرأت التفسير العلمي للقرآن، يعني الاجتهاد في هذه التفسيرات إلى أي مدى تراها سيادتك بتخدم الدين والعقيدة والإسلام؟ البيئات متغيرة في تطور مستمر، وما يحتاج إليه الإنسان في العصر الحاضر قد لا يحتاج إليه بعد 200 سنة، وما يكون صورة للحياة منذ 14 قرن لا يمكن أن يكون صورة للحياة اليوم في القرن العشرين. هنا الذي يحل هذا الإشكال هو الاجتهاد، والاجتهاد أصل في الإسلام، مع أن هناك أصول لا يختلف أهل الديانات عليها، أصول 5 لو أخذنا منها قانون فإن هذا القانون يرضى عنه اليهودي والمسيحي والمسلم والإنسان، وهذه الأصول 5 يسميها أهل الأصول في الإسلام الكليات 5، وهي هي الكليات 5: احترام النفس، فلا يجوز الاعتداء على النفس في حال إلا في حدود القانون، احترام المال، فلا يجوز الاعتداء على المال والملكية في صورة من الصور، احترام النسب، فلا يجوز الاعتداء على النسب وإدخال ولد على أسرة ليس منها هذا الولد، احترام العقل، فالمفتر والمخدر والمسكر حرام في كل دين، ثم احترام الدين، فالعدوان على شعائر الدين سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية اعتداء يرفضه موسى وعيسى ومحمد وجميع رسل الله. فإذا أخذنا قوانيننا من هذه الكليات 5 فماذا يريد الإنسان بعد ذلك؟ إذا رأى أنه مصون في نفسه وفي ماله ومصون في ماله ومصون في عقله وفي عرضه وفي دينه، فهذه الدنيا. لكن فندم سيادتك، مع الاجتهادات حتى مزج التفسيرات أو النصوص بالعلم، سيادتك مع هذه النظرية؟ طبعا ممكن، كل شيء قابل ليجتهد الإنسان. طب ماذا أضاف العلم على هذه الأسس 5 التي تحمي أي إنسان؟ ولا أعتقد أنه يريد أكثر منها. ماذا يريد إنسان العصر من العلم إذا مزجه أو اجتهد في مزجه بأكثر من هذه البنود 5 التي تفضلت سيادتك وذكرت؟ برضو تيسير السبل إلى الظفر بهذه الأصول 5. يعني دلوقتي ممكن أو إن العلم يصل إلى الإقناع بأنه الحياة الآخرة أمر ممكن. العلم الحديث يستطيع أن يقنع بأن السلم خير من الحرب، لأن الناس رأوا أن الحرب التي يفترض العالم أنها ستوجد إذا وجدت
انتهى أمر هذه الدنيا نباتا وحيوانا وإنسانا. فالعلم شارب في تأصيل العقيدة وتزكيتها وإقناع الناس بها. لكن فندم زمان كانوا يمكن الناس بياخدوا الأمور الدينية والروحية يعني قضية مسلمة أو كالمسلمات، لكن نعم. النهاردة إنسان العصر بحاجة إلى منطق لإقناعه بالدين أو بالتمسك بالدين. هنا دي أتب هنا تجيء مهمة رجل الدين. أيوه. عليه بقى أن يطوع المبادئ والمعاني التي يريد أن يبثها في نفوس الشعب لمصلحة الشعب. والإنسان مفطور على أن يأخذ من المبادئ بمقدار ما يسعده. فكل ما يمكن أن يعين الناس على الأخذ بقواعد الدين هو في الحقيقة أمانة في أعناق القائمين بشؤون الدين في الإسلام وفي غير الإسلام من سائر الديانات. يبقى يمكن ده يقودنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن البقوري إلى دور المتحدث أو الواعظ إمام المسجد المعاصر. كيف تراها مهمة الواعظ كمهمة؟ ما خطورتها وما وزنها؟ الواعظ أو الإمام وكل إنسان يملك لسانا أو قلما هو يملك من أمر أمته وشعبه ما يسعده إن شاء وما يشقيه إن شاء، وهذا على مر القرون، وليس هذا عندنا في الشرق، لا في الغرب كذلك. في يد رجل الدين أن يشقي وأن يسعد، فإذا اتجه اتجاها صحيحا أسعد، وإذا اتجه اتجاها مخطئا أشقى. ولذلك كان علينا أن نعد الداعية إلى الله إعدادا سليما، من شأنه أن يدعو إلى إسعاد الناس في دنياهم، لأن الحياة الدنيا مطية إلى الآخرة. فإذا سعد الإنسان في دنياه استطاع أن يتدين تدينا صحيحا يعينه على السعادة في أخرى. يعني تبقى الحياة هي فيها السكينة المطلقة وهي المدخل إلى راحة أبدية. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن البقوري، يريد فندم نقف عند قضية معاصرة بتؤرق مصر اليوم ومصر الغد إذا طبقنا علم قراءة المستقبل. هنقول الكثرة السكانية أو الكثافة السكانية، وحسأل سيادتك الدين ما موقعه من الكثافة السكانية في بلدنا، وربما كان لرأيك صدى عند عامة الناس البسطاء اللي بيشكلوا الكثافة السكانية. إيه الرؤية المعاصرة للقضية السكانية المصرية التي تهدد غد مصر لو طبقنا علم قراءة المستقبل؟ اتفقنا وتنتفق دائما على أن الأسرة كلما قل عددها كانت أدنى إلى قبول التربية الصحيحة من الأسرة التي تكسر أعدادها. فالإنسان قادر على تربية واحد، أقدر على تربية واحد منه على تربية اثنين، وأقدر على تربية اثنين منه على ثلاثة ومنه على أربعة وهكذا. هذه حقيقة. ده بالنسبة للقيم التربوية ولا بالنسبة للماديات؟ للماديات والروحانيات جميعا، خاصة الخدم، مستشفيات وحاجات الناس في البيئة التي يجتمعون فيها. عايزين مدارس أكثر من هذا، مش بس مدارس. الحديث عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كل واحد منهم يبقى له سرير.
من أدب الإسلام للرجل فراش وللزوجة فراش، وينبغي أن يكون لكل ولد فراش. فذلك هو أصون للعلاقات الطيبة بين الناس ولسلامة الأخلاق في الأسرة. هذه القضية وحدها تكفي للدعوة إلى التقلل من الإنسان. طب فندم، ياريت يكون الدين أو يعني المتحدثين في الأمور الدينية والروحانية دور مساعد لدور الدولة في يمكن نقول إيه التقليل من هذا النزيف المستمر، نزيف الكثافة السكانية، باعتبار أنه بالعودة لرأي واحد قضى أكثر من ربع قرن من الزمان في هذا الحقل، هو الأستاذ الدكتور عزيز البنداري. نعم. اللي قال لي إلى الآن أنا ما أقدرش أقول ما هو الإعلام أو الإعلان اللي ممكن أنه يغير من سلوك الإنسان، بفرض أن ابتداء من الليلة دي بقدرة قادر كل زوج في مصر قرر انه ما ينجبش الا اتنين، كل زوج وزوجة في مصر هيقرروا عدم انجاب الا اتنين. نقطة نظام اطلبها من الدكتور عزيز البنداري، يا ترى لو حصل قدرة قادر وقرر كل زوج وزوجة لا ينجبوا الا طفلين، ده مش ركيزته التعليم وانتهاء الامية اللي هي نسبتها عندنا اعتقد اخر نسبة رصدت 73.6%. ايوه. فركيزة هذا القرار، لا ما فيش ركيزة له، ده قرار خرافي. ما هو ده قرار يعني ما هوش يعني بينجم عن تخيل، انما بفرض ان احنا قدرنا نحصل نعمله لان لا يمكن هيحدث. رغم هذا هنوصل سنة 2000 الى 60 مليون. كيف يتسنى للدين ورجال الدين و يعني امثال سيادتك يعني انه يساعدوا في هذه القضيه من اجل ان تنحسر مشاكل مصر في غدها القادم؟ فقهاء الاسلام الذين يعتبرون في الصفوف الاولى من الفقهاء أهل الدين الذين لا يشك أحد في حسن تدينهم وصدق إيمانهم وسعة مداركهم، وفي مقدمتهم حجة الإسلام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، قرر أنه يجوز للمسلم أو ينبغي له، فرق بين يجوز وبين ينبغي، ينبغي فيها معنى الطلب، أو يعني ينبغي له أن يحدد النسل إذا خشي على امرأته أن كثرة حملها يفسد ما بينه وبينها من حسن العلاقة، إذا خشي عليها المرض جاز له أن يحدد، ومن شاء أن يستوعب هذا. أنا كتبت كتاب الأسرة في الإسلام، قررت فيه كل هذه المعاني. حضرتك يعني قل لي محتوى، يعني فلسفة، يعني تلخص الكتاب. محتوى هذا الكتاب فعلا أنه إذا خشيت المرأة على رشاقتها من كسرة الحمل جاز لها أن تحدد الأسرة، أن تحدد نسلها إلى هذا الحد في الشكل، ما بالك بالموضوع بقى. إذا رأت أن أشياء فندم بعد إذن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن البقوري، أشياء تتجاوز الشكليات أو يعني المظهرية لدى المرأة، أنا بقول أنه الكثافة السكانية تهدد أمة، يعني تهدد كثرة الخدمات المطلوبة والأشياء المدعمة من الدولة، يعني المفروض انه يتجاوز هذا الموضوع مظهر المرأة الى انها تحس بمسؤوليتها تجاه صح. اذا دولة. احنا قلنا ان يجوز للأسرة لهذا المعنى الظاهري ان تحدد او تنظم الأسرة،
فمن باب أولى إذا كان تنظيم الأسرة مترتب عليه مصلحة الأمة كلها يبقى من باب أولى ننظم الأسرة. أسألها في غاية البساطة. بعد إذن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري، أعرف عدد الأسرة، أسرة سيادتك؟ أنا عندي والحمد لله رب العالمين 3 بنات، ليلى وعزة ويمنى. ليلى وتزوج الثلاثة والحمد لله رب العالمين، فأنا الآن أحيا مع زوجتي أكرمها الله بي وأكرمني بها. ليلى وعزة ويمنى يا فندم، عدد أطفالهم قد إيه أو أحفاد فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد؟ ليلى عندها عائشة وأحمد وعزة، برضو 3. عزة عندها أكرمن ويمنى، يمنى عندها أحمد يسرى طارق محمود. دي يمنى بقى خرجت عن القاعدة، خرجت عن القاعدة لأنها بقى يظهر إنما هي منطلقة مع الحياة أكثر، عايزة يبقى لها بقى عزبة، عزبة ترعى فيها، يعني ترعى فيها الشياه بتاعتها دي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا حق، ولا شك أن الإنسان قليل بنفسه كثير بأولاده. أولاده دول قسمين، قسم ضعيف يحتاج إلى رعاية، قسم قوي يحتاج إلى أن يرعى هو مش يرعى، يعني عملية توازن أسري. عملية توازن، نعم. فالأب مسؤول عن بناته لكنه غير مسؤول عن أبنائه لأنهم قادرون على العمل. عشان كده كانت الأبناء زينة الحياة الدنيا مع الوجود المال، من حيث إنهم يكونون عصبة للرجل يدافعون عنه ويعلون من ذكره. وأنت تعرفين أكثر مما يعرف غيري أن البلاد التي تنسب إليها الحضارة لا تزال إلى يوم الناس هذا يعتزون بالولد الذكر، ويقولون إن الولد الذكر بيحمل لقب الأسرة في امتداد واستمرارية استمرارية لإسم الأسرة. لكن البنت ما تحملش، بالعكس ما يقالش للبنت إذا تزوجت بنت فلان، إنما يقال زوجة فلان، قل أن يقال إنها فلانة بنت فلان. بس بنات سيادتك فندم يقينا السعيدات إن هم يحملن اسم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن لاعتبارات عارضة. يعني دي حالة متفردة. بس كان وزير، الناس بيحترموه، شوف بقول لاعتبارات كثيرة، أنه شارك في ثورة، أنه كان وزيرا، أنه شارك في توجيه معين في مهم رسالتك فندم، يعني رسالتك الروحانية والتربوية والدينية. نقول يا فندم السماحة والفهم والبحث والتعمق من سمات فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري. الحمد لله. ربما هذه العبارة تلخص يعني مشوار حياتك أو ما تؤمن به في حياتك، رحابة الفهم. يريد أتعرف على ينابيعك الفكرية اللي استمديت منها من هذا الإيمان. نعم. بالسماحة والفهم والبحث والتعمق. هنا 3 أمور. تفضل. من أسرة قليلة الحاجات في بلدي باقور، وهي أسرة وافدة من شمال المغرب الأقصى، وجاءت هنا منذ 150 عام. قلة الحاجات، المغرب طول عمره يعيش متصوفا. لما جاء والدي أخذ الطريقة الصوفية، يعني نوع من الزهد يا فندم في التصوف، المطالب الحياة الملحة أو اللهاث وراء الأشياء.
نعم. أو اقتناء الأشياء. الاقتناء والانتفاع بها والتعالي بها على الناس. كل هذه الصور موجودة. فكلما كثرت الحاجات انخفضت درجة الروحانيات، كلما قلت الحاجات كان الإنسان أقرب ما يكون إلى استرضاء روحه. ده أول ينبوع فكري، التشبع الذاتي والاكتفاء الذاتي والزهد. أول ينبوع. وثاني ينبوع. ينبوع الثاني اللي أنا بقول إن أنا ورثت عن أبي الطريقة، وكان مريدا للطريقة الخلوتية، والمتصوفين دائما فيهم تسامح ويعطف بعضهم على بعض، أي واحد يعيش وسطهم لازم يكون كأحدهم. روح الجماعة. روح الجماعة والتواضع وعدم الكبرياء. حتى قال قائلهم: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فالزمهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا. فهذا اللون لما يدام على السمع والبصر والمرأة سماع مساء، وكل ما سمع شيخ الطريقة في قرية دعي إليها فسافر إليها، ينفع وينتفع. والإنسان بالتجربة يسمو حتى يصبح أدنى إلى الملأ الأعلى، وينزل حتى يصبح أقرب إلى منازل الحيوان. ومرد هذا كل إلى قلة الحاجات وإلى صفاء الروح. هذه واحدة. يبقى أو الثانية الزهد أول حاجة، وبعدين الروح الجماعة. روح الجماعة قطعا. بعدين دراسة القرآن على ضوء التطبيق العملي له في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي القرآن كالدستور، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق زي اللوائح التنفيذية لهذا الدستور. هذا هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نموذج لتطبيق، نعم. لتطبيق هذا الدستور. هذا حق. عملا ويعني بالشكل ملموس عايشه كل من عايشوا، وقرأ عنه وسمع عنه كل من حاولوا اجتهادا أن يتعرفوا على سيرته. نعم. الذاتية. نعم. حتى قالت أم المؤمنين زوجة رسول الله عائشة تصف زوجها: كان خلقه القرآن. هذا هو معنى أنه هو الصورة التطبيقية العملية للقرآن الكريم. والينبوع الرابع. الرابع هو بقى التجارب الفردية نتيجة السياحة في أرض الله والاختلاط بأصناف كثيرة من الناس. كلما ازدادت علائق الإنسان بعالم متباين اتسع فكره واتسع أخلاقه نتيجة اتساع معارفه وتجاربه. فالتجربة الطويلة منضمة إلى هذه المعاني تخرج لنا هذه الصور الأربعة أو الينابيع الأربعة لوجود الإنسان، سواء كان إنسانا طيبا أو إنسانا غير طيب. هو أكيد إنسان له قيمة مضافة روحانية ومعنوية وتربوية لدى كل من تعرفوا بك أو أنصتوا إلى صوتك يوما ما. هسألك فندم ماذا تعلمت من الحياة؟ تعلمت من الحياة حقيقة أشياء كثيرة جدا. على سبيل المثال؟ على سبيل المثال تعلمت من الحياة أن يعامل الإنسان الناس بأخلاقهم هم وليس بخلقه هو. ذلك لأنه لو أراد أن يعاملهم بأخلاقه هو ربما يكون أرقى منهم فيشقى، ربما يكون
أنزل منهم فيشقيهم، لكن لما يتعامل معهم بأخلاقهم تبقى عملية. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. يعني تحادث سيادتك الناس بلغتهم، بلغتهم وعلى طريقة وعلى ما ينفعهم ويفيدهم ويقنعهم. سيادتك قلت لي على سبيل المثال بتحادث الناس بلغتهم، فتصل إليهم، أو يعني جسر التواصل بينك وبين الناس في محادثة كل إنسان بلغته الخاصة. نعم. وماذا تعلمت أيضا من الحياة؟ تعلمت من الحياة أن ما دام ليس لك سلطان على الناس ترغمينهم من طريقه بإطاعة أمرك، فلتكن لهم صديقا أكثر مما تكون لهم سيدا. كلام فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن البقولي بيذكرني بعبارة وردت في قراءاتي المتواضعة، قال كاتبها: أنا ملك بالاستغناء. هل سيادتك عانيت هذا؟ أنا لا أعني الاستغناء، لأن الإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يستغنى. إحنا ربنا خلقنا كل واحد محتاج إلى الآخر. هذه الحالة ضرورية للسعادة وللمصلحة، وليس فقط للمصلحة، يعني مصلحتنا وسعادتنا متوقفة على التعارف والتآلف والتواصل والتواد والتواصل. علشان يدوم هذا، في أحد أمرين: أن يكون الإنسان صاحب سلطان على الناس، فإذا تواضع لهم مع سلطانه كانوا أحب إليه وأحب له أيضا، يعني هو يحبهم لتواضعه وهم يحبون لشعورهم بأنه لا يأمرهم ولكنه يرجوه. فإذا لم يكن له سلطان عاش معهم مواطنا، له ما له وعليه ما عليه. هذه حقائق بديهية مسلمة تعلمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري خلال كم سنة من عمرك؟ يعني خلال طول حياتي. حسأل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري عن مناصبك التي تعددت خلال مشوار عمرك ومحطات كثيرة توقف عندها قطار عمرك. ليتني أعرف رؤية فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري لأهم محطات حياتك والعلامات التي تركتها في وجدانك. والله أنا انتفعت جدا بوجودي مدرسا في المعاهد الأزهرية، ثم عينت وكيلا لمعهد أسيوط، فوكيلا لمعهد القاهرة، ثم أستاذا في الجامعة، بعدين عينت شيخا لمعهد المنيا في البلاد الوسطنية بعد بني سويف وقبل أسيوط. ومن هذا، يعني دي أواسط الصعيد، من أواسط الصعيد، ومن هذا المنصب، منصب شيخ معهد المنيا، اختارتني الثورة في 9 سبتمبر 1952 وزيرا للأوقاف. وتدرجت من وزارة الأوقاف في مصر ملكية إلى وزارة الأوقاف في مصر الجمهورية، ثم إلى وزارة الأوقاف المركزية في الجمهورية العربية المتحدة، ثم أستاذ في معهد الدراسات ورئيسا لجمعية الدراسات، ثم رئيسا عاما لجمعيات الشبان المسلمين العالمية. وفي كل هذه المراحل بلا ريب انتفعت بالناس أكثر مما نفعت وقدمت لهم من فائدة. لا، هذا تواضع يا فندم. يعني أكيد سيادتك أقرب محطات حياتك إلى قلبك، يعني كل هذه المناصب اللي سيادتك تفضلت وذكرت أقربها إلى نفسك.
منصب المعلم. منصب المعلم لأنه إنسان أقدر ما يكون فيه على الصحبة الهنيئة والإفادة من الناس، وإفادة الناس هي أن يكون معلما. يعني ستك كنت بتاخد منهم وتعطي إليهم. نعم، هذا بلا ريب. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري، على ماذا أنت راض كل الرضا؟ راض عن الوضع الديمقراطي الذي تسعى إليه أمتنا، يسعى إليه شعبنا، وهذا الوضع سيتم إن شاء الله، وبه يتحقق كل ما نصبو إليه من سيادة الدنيا في أنفسنا كشعب، وفي شعبنا كجزء من الأمة العربية. ومما يزيدني سعادة بهذا أنني أعتقد أن القائمين على أمر هذه الأمة في هذا المجال الآن يؤمنون ويعلنون صادقين أنهم حراس غيارة على هذا اللون من الحياة الذي يدنيهم من تقدير الأمم ومن رضوان الله عز وجل. وفي نهاية ساعة زمان مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن الباقوري، أود أن أتعرف على جملة مفيدة ردا على عبارة من هو فضيلة الشيخ الباقوري في كلمات. هو رجل من صعيد مصر، نشأ في بلد في صعيد مصر في أسرة قليلة الحاجات ذات صلة بعلوم الدين، فتعلم وسلك طريقة أبيه وجده وجد جده حتى بلغ ما بلغ بفضل من الله ونعمة، والله تعالى ولي التوفيق. تسمح تمضي على أقوالك؟ أحمد حسن الباقوري، رئيس ومدير جمعية ومعهد الدراسات الإسلامية، والرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية. الأسبوع القادم ساعة زمان إعداد وتقديم آمال العمدة.